السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا قوم؟ أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من حلقات نتائج السحوبات اللي بتحصل في مقاطعة ساسكاتشوان تبع ما يسمى ببرنامج الاس اي بي، البرنامج ده طبعاً خاص بدولة كندا للناس اللي رغبت انها تهاجر إلى كندا عن طريق مقاطعة ساسكاتشوان اللي ما يعرفش أنا بتكلم عن ايه هحط لك رابط فوق وفي الوصف بتاع الفيديو عن مجموعه من الفيديوهات انا تكلمت فيها عن برامج ساسكاتشوان في تقريبا 11 برنامج هجره موجود في ساسكاتشوان ممكن يكون لك نصيب في واحد منهم اذا اذا انت مهتم بالهجره الى كندا شرحتهم بشكل كامل في البلاي ليست اللي هحط لك الرابط بتاعها برغم احداث كورونا وبرغم احداث الفيروس والدنيا دي كلها وطبعا احنا ما زلنا قاعدين في البيت واتمنى ان انتم كمان تكونوا ما زلتوا قاعدين في البيت الكل بيتكلم انه الاسبوع الجاي والاسبوع اللي بعده هم يعني المحك هل احنا هنطلع فوق وتبدا الاعداد تزيد بشكل اسي زي ما بيسموه او هنتحكم شوي شويه في الارقام وتمشي بشكل فلات بشكل مستقيم فنقول يا رب ادينا قاعدين وما زلنا قاعدين ربنا عين الجميع يا رب وكل واحد منا يلعب دور ان شاء الله في الموضوع ده كنت بقول انه امبارح مقاطعه ساسكاتشوان الاس اي ام بي عملت سحبه جديده للناس اللي مسجلين أسميهم في ما يسمى بالاي او اي اكسبريشن اوف انتريست طبعا لازم تكون عملت ملف ودخلت وحطيت بياناتك وعملت ملف وقدمت الملف بتاعك ببياناتك فعملوا امبارح سحبه الـ سحبوا الإكوبيشن ان ديماند بعتوا انفيتيشن ل 205 اشخاص اقل سكور للوكوبيشن اند ديماند كان 75 تقريبا بنتكلم في 71 مهنه يعني ال, ال, ال 205 دول يمثلوا تقريبا 71 مهنه بالنسبه للاكسبرس انتري اللي هو ساسكاتشوان اكسبرس انتري ومره ثانيه اللي مش فاهم ايه معنى ساسكاتشوان اكسبرس انتري والفرق بينه وبين اكسبرس انتري الفيدرال طلع رابط فوق ورابط تحت اتفرج على الفيديو شرحت فيه الموضوع ده بعتوا دعوه ل 301 301 شخص اقل واحد كان 69 اقل يعني السكور هنا اقل شويه من الإكوبيشن ديماند واضح ان الإكوبيشن ديماند كل اللي بعتوا لهم ناس ليهم اقارب هنا في ساسكاتشوان او ناس موجوده اشتغلت هنا درست هنا يعني حد له علاقه بكندا اما الاكسبريس انتري 69 دي ممكن ممكن تكون واحد ملوش اي علاقه بكندا خالص لكنها صعبه عشان تجيب السبعين لازم تكون ماستر على الاقل ماجستير لغتك الانجليزيه او الفرنسيه المستوى 8 عمرك ما زال تحت ال 35 سنه وعندك 10 سنين خبره في مجال في مجال واحد يعني في مجالك فال فدي يعني صعبة بس مش معنى كده مستحيلة في ناس في الدنيا دي كثير ممكن يكون الامور دي متاحة بالنسبة لهم وحصلت فعلا ال... ده... ده الخبر ده الخبر بالنسبه لسحب ساسكاتشوان كان يوم امبارح امبارح كان يوم 26 مارس حصل اللي هو السحب مبروك اللي جالهم انفيتيشنز ما زلت ما فيش اي بيانات بتقول لك انه يا ترى كم من الناس اللي هم بيبعتوا لهم انفيتيشنز دول حقيقيين يعني معلوماتهم بتكون حقيقيه وبيكملوا لغايه الاخر انا شخصيا اتمنى انه يكون في معلومه زي كده عشان نعرف هم بعتوا لتقريبا 506 النهارده امبارح كم ال 506 دول بيكملوا للآخر الآخر فعلا ويحصلوا على الفيزا؟ آه الله أعلم الأرقام دي مش موجودة آه يلا بالتوفيق إن شاء الله للجميع شدوا حيلكم ساسكاتشوان برضه ارقامها ما بقتش قليله يعني، كنا زمان بنقعد نقول ساسكاتشوان سهله ليفل 4 تقدر تدخل ساسكاتشوان تجيب 60 نقطه، ما بقاش الكلام ده دلوقتي ينفع بحاجه، حتى اللي عنده 66 و67 بقالنا سنه ما شفناش 66، 67 شفناها مره ولا مرتين، فالموضوع ما بقاش و66 دي معناها 67 معناها انك انت يعني مستوى 8 في اللغه مش مش حتى مستوى سي ال بي 7 ولا 6 لا ده ده مستوى 8 اذا ما عندكش ماستر اما اذا عندك ماستر ماشي ممكن تنزل شويه المستوى الانجليزي يكون يكون 6 اظن 6 ممكن يجيب لك الـ 67 آه, تنسوناش من الدعم المستمر شير لايك سبسكرايب بكره ان شاء الله يوم السبت عندنا آه, بث مباشر آه للي يوصل لغاية الفيديو لغاية الحتة دي ناس كتير بت بتقطع بأول ما أقول دعم مستمر فعندنا بكرة إن شاء الله بث مباشر آه هيكون مش عارف لسه الساعة نخليه آه في الليل ولا نخليه في النهار ما الناس قاعدة في البيوت خلاص مش هتفرق ليل ولا نهار هنشوف بكرة هنعمل ايه بس غالبا هيكون الساعة 11 صباحا بتوقيت آه ساسكاتون اللي هو 11 و 8 ساعات يعني لا 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 19 يعني 7 مساء بتوقيت السعوديه، 6 مساء آآ بتوقيت آآ 11 9 اسف اسف 11 9 20 انت مالك يا عبد الرحمن يعني 8 مساء بتوقيت السعوديه 7 مساء بتوقيت القاهره باذن الله. دعواتكم ابقوا في بيوتكم ونحاول نسليكم احنا هنا. في ناس بتقول لي يعني هذا وقته وقت الحاجات دي الدنيا هتكمل ان شاء الله على خير ولازم ما حياتنا تماما دعواتكم في امان الله